جيد صفقات لحد دلوقتي بالنسبة لسيراميكا؟ والله الحمد لله، يعني طبعا بشكر الإدارة، يعني من ساعة يعني دي وان بعد الدوري خالص ما كان هو في اتفاق، يعني من ساعة كان يعني عايز هيكلة الفرقة من أول جديد. بغض النظر طبعا في لعيبة كويسة مشيت، لعيبة كويسة جدا وأدوا مع سيراميكا فترة كويسة جدا، لكن احنا كنا عايزين نوع مختلف وسن أصغر. فيعني الحمد لله، يعني سواء اللي جبناهم الممتاز بيه، سواء اللي اخدناهم من النادي الاهلي، سواء اللعيبه التانيه، فيعني عملنا كده توليفه كويسه وعيبنا هيكله الفرقه من اول وجديد، وربنا يسهل يعني يبقى معانا توفيق ربنا. يعني شايف حضرتك صفقه صلاح محسن في اللحظات الاخيره، انا عارف ان انت كنت وراها وانت اللي كنت بتقنعه وبتتكلم معاه. لا انا ما فيش اقناع ولا حاجه، هو صلاح كان ما عندوش مشكله، لا يعني ما يعني ما يعني بس الناس ما تتصورش ان احنا بنقلع صلاح عشان يجي سيراميكا، لا الموضوع مش كده خالص. موضوع هو ايه كان اتفاق بين الاداره، اداره الاهلي واداره سيراميكا. صلاح كان موجود مع موجود ومتفقين بقالها فتره، يعني ما فيش الكلام ده خالص. يعني صلاح اموره من ساعه ما راح شادي وميسي الامور لا مشيت؟ لا 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 لا، بعديها بشويه كده بعد ما خلصنا الصفقه كان في بقى لما حطوا صلاح على قائمه انتظار، يعني يعتبر ان احنا كان خلاص متفقين مع بعض. طب كان هو بس رفض، هو رفض ليه ساعتها؟ هو ما رفضش، يعني الصفقه التبادليه ما كانش في حديث اصلا؟ لا ما كانش في رفض، يعني ازاي يعني هيرفض ليه؟ انا ما احنا بنسال حضرتك، ما احنا ما نعرفش والله. لا لا لا، طب هو يرفض ليه وجه ليه؟ لا الموضوع مش كده خالص. هو صلاح انا مدربته من ايام سموحه. على فكره عشان ابقى بس واضح، يعني انا ما كلمته في التليفون قال لي نفس كلامك. بالظبط، يعني قال لي انا لا رفضت ولا اعترضت ولا كان عندي مشكله اصلا. ما فيش، ونادي سيراميكا اداره سيراميكا اداره محترمه جدا، ونادي سيراميكا بقى له دي ثالث سنه في الدوري الممتاز، وبرضه السنه دي عاملين فرقه كويسه، وهو دايما هو التدعيم بيبقى بشكل مستمر، بس السنه دي اعاده هيكله بشكل كبير. وخلي بالك احنا الثلاث صفقات اللي دفعنا فيهم فلوس بس، يعني كان فيهم فلوس، هم حوالي ثلاث صفقات، هو ابوكا وكناريا وبسام، الباقي كله ارقام صغيره جدا ممتاز بيه وكده يعني. فالحمد لله دعمنا بشكل كويس، وصلاح كان بس كانت واقفه على الاتفاق اداره الاهلي مع اداره سيراميكا بس، واتفقوا ووصلوا صيغه ترضي الطرفين والموضوع تم. الصفقات دي تحط عليك حمل انك تبقى في مركز متقدم، يعني احتياجاتك معاك ومعاك فرقه قويه ومعاك فرقه جامده؟ ما فيش حاجه اسمها حمل، امال انا بجيب الصفقات ليه؟ عشان الفرقه تقوى، وانا عايز كده، هو اهم حاجه توفيق ربنا. بناخد بالاسباب، سواء من ناحيه جبنا لعيبه كويسه، سواء ان طريقه التدريب وشكل التدريب، سواء ماتشات وديه، سواء تكتيك، فهو كل انت بتاخد بالاسباب، وفي الاخر توفيق ربنا هو نمره واحد بس. لكن ما فيهاش حمل، انا كل مدرب مش عايز يعمل الفرقه ضعيفه عشان ما يبقاش حمل، لا انا عايز فرقه قويه، وعايز فرقه لعيبه كويسه تساعد النادي فترات طويله، لان هيكله الفرقه دي اللي احنا الحمد لله قدرنا نعملها دي، ما هيبقى فيها استقرار على المدى البعيد لنادي سيراميكا بشكل كبير ان شاء الله. يعني بشكل يعني لعيبه صغيره ولعيبه عندها طموح ولعيبه من النادي الاهلي ولعيبه ممتاز بيه، فتوليفه كويسه. بس اهم حاجه هو بس حته الانسجام هي اللي قلقان شويه. يعني عندك منافسات في اماكن كتيره جدا، منها الهجوم وحراسه المرمى. بص هو اهم حاجه الفرقه. انا ما يعني انا عندي اسامي وكل حاجه بره الملعب، لكن جوه الملعب لا، هو اهم حاجه الفرقه هي عملت ايه. لكن اللي يلعب يلعب واللي يقعد يقعد عادي، يعني كلها دي الكوره. شايف البدايه ازاي يا كابتن؟ يعني بدايه اللقاءات، هل القرعه مساعداك؟ هل الامور صعبه؟ انا عارف ان كل الماتشات صعبه. ايوه ماشي، بس كل فرقه انت هتلاعبها، يعني بس احنا عندنا اول ماتش فرقه كبيره، نادي المصري، معاهم الكابتن اياد جلال، مدرب كبير، فيعني عندنا بعد كده الزمالك وبعد كده البنك الاهلي، كلهم فرق قويه.
وزي ما احنا بنعمل حساب للسنه هم هيعملونا حساب اكيد. فان شاء الله يبقى دوري كويس يتقدم فيه كوره كويسه الناس تستمتع، دي اهم حاجه. طموحاتك السنه دي ايه؟ طموحاتي ان شاء الله نأدي بشكل كويس، نأدي بشكل كويس ونعمل نتائج ايجابيه، لكن هو الدوري هو سبق. انت بتوصل لمراحل معينه، يعني انا يعني ما اقدرش اقول لك انا اروح فين، بس كل خطوه انا هقول لك بعديها حققنا حاجه، نبقى في طموح بشكل مختلف في حته تانية كده. لكن انا من طبيعتي ما بحبش فتحه الصدر. يعني ليه حاسس ان انت مكشر ومضغوط؟ مش مضغوط ولا حاجه، مين اللي على حضرتك مش ما امال ايه؟ لا خالص، ولا مكشر ولا مضغوط. قبل الصفقات دي كنت بتضحك وكنت فريش كده، ايه اللي حصل؟ لا انت فتره اعداد يا كابتن سيف، واحنا برضو بنتمرن بشكل مستمر، وكان صبح وبعد ظهر، فانا مرهق مش انت حاسس مش مضغوط. انت حاسس يا كابتن ان خلاص بقى عليك حمل كبير، وكل كلمه بتقولها هي رساله للاعيبتك، صح كده؟ بالظبط، هي مسؤوليه، بس هي مسؤوليه تجاه الفرقه والنادي، وان شاء الله يعني نقدم حاجه تليق باداره النادي واسم اللعيبه. شادي حسين امبارح رايك ايه في ادائه؟ شادي حسين واحده واحده هتلاقيه كويس جدا، وهيبقى ان شاء الله من الهدافين بتوع النادي الاهلي، انا واثق من كده، لان هو عنده حاجات عايز يثبتها، الخطوه دي جات له متاخره، فهو عايز يعوض، فهتلاقي بيلعب روح وقتال اكتر عشان يعمل بصمه في نادي الاهلي ده. يعني انا بتمناه، انا بتمنى دايما اي لعيب يخرج من عندي ان هو يعمل في حته تانية بصمه مختلفه وتبقى حاجه كويسه ليه، فانا بتمنى له كل خير. شادي من اللعيبه الشخصيه المحترمه، هو ده المكان الطبيعي بتاعه يا كابتن، يعني راس الحربه او لا هو بيلعب تسعه او ممكن في حالات الارجنت، يعني انت ما كانش عندي وينج السنه اللي فاتت فكان بيلعب في الحته دي، لكن هو مكانه هو تسعه راس حربه. مكانه ده مكانه الطبيعي، لان الناس اجتهدت كتير قوي، هو مكانه طرف، هو مكانه يمين، لا 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 لا، هو مكانه الطبيعي راس حربه زي ما حضرتك بتقول كده. النادي الاهلي في احتياج لراس حربه ولا بوجود شادي شريف حسام كفايه؟ لا متهيألي يعني مش محتاج راس حربه، الاسامي اللي حضرتك قلتها دي كلها اسامي قويه جدا، وهيبقى في تنافس ما بينهم على اليمين يبقى يقدم حاجه احسن. نفسك بس يعني كان النادي الاهلي كان داخل بتالي في وينج او حاجه زي كده، هو ممكن في حاجه الوناج اللي موجوده كويسه، بس هو برضو نتيجه بطولات الكتير فهو محتاج برضو في الحته دي. الدوري السنه دي هو الاصعب من وجهه نظرك؟ كل سنه بنقول كده يا كابتن، هو الدوري هيبقى طول ما انت بتحسن وبتعلي جوده الدوري، صح. سواء من نواحي اللعيبه، سواء من نواحي المدربين، سواء من نواحي التنظيم، سواء من نواحي الـ يعني البث التلفزيوني، سواء يعني من نواحي كتير، كل ما انت بتطوره كل ما هيبقى الدوري اصعب. صح. لكن انت بتدور على الجوده، جوده كل الناس اللي شغاله في المجال. بس لكن هو القصه كلها هتلاقي سبع ثمان تسع فرق مدعمين بشكل كويس، فهتلاقي التنافس بشكل قوي، يعني صعب جدا هتتلبق بنتيجه ماتش. هتمتعنا كرويا كالمعتاد؟ يا رب يا كابتن سيف. التوفيق يا كابتن ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقك ودايما كده متالق. الله يخليك يا كابتن سيف.